واقرا في كل ركعه بايه. هو ده المطلوب، مطلوب الحديث، تثبت العدد وتتفاوت القراءه مش مشكله، زاد ايمانك اقرا زي ما انت عايز، خف ايمانك يبقى الثمانية ستين لحداشر ستين، بس بجيب ايه واحده في ركعه. هلاقي الصلاه كلها خدت مني قد ايه لما يكون ايه واحده في كل ركعه؟ ها تاخد لي بتاع ربع ساعه خلاص، بس ربع ساعه بس، صليت الثمان لحداشر يعني. هو ده المطلوب.